وحده. غمزة مع حمزة. نفسي عالسلامة يا جماعة. يا سيدي شدوا عندكم. قال لك غدوة بحول الله السميع العليم وإن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله باش تخرج مسيرة نسائية مليونية قدام مجلس النواب في باردو للمطالبة بإقرار فصل في القانون التونسي يسمح بتعدد الزوجات. المسيرات ولا لوح بلا قالوا مسيرة ضد غلاء الأسعار وتدور القدرة الشرائية ولا حتى الاحتجاج على المال المقصوص. هذه مسيرة تتنزل في صلب أهداف الثورة، ما فيش نقاش الحديث هذا. وحتى كان دخلنا حديث في حديث يا جماعة، الحكاية متاع المال مقصوصة ليمات هذية ما تسمحش حتى بإقامة الزواج الأول لين نوصلوا للتعدد. دي لا العروس لا العروسة ينجموا يعملوا الحمام متاعهم متاع العادة والسنة، لا حتى باش يلقاو باش يغسلوا كيسان القهوة الصباح. لا كم قاتل الوضعية كاكا للصيف، وما تجي تحل السبالة تبدأ تزفر لك بحول الله. عروسات الشعب التونسي عم بكرت يا بيه تتأجل للصيف الجاي يا حيل 2020. ما اللي قال لك تعدد؟ احنا الزواج الاول ما خلطناش عليه لين باش نوصلوا للتعدد. هو مسكين الشاب التونسي الزواج الواحد يتكلف عليه بحساب عملة نحبه كان لهنا لبنتنا اقل حاجة 50 مليون. فهمتني 50 مليون يا معلم؟ ما مازال صحته هو ويفكر في الزواج الثاني؟ ما لا لعب هذا. فكرونا يا اخويا في مسيرة تطالب بالزواج من اصله هكاكا توا ما عادش تولي عاد مسيرة نسائية بحول الله، تولي مسيرة حاجدة ميكست تعمل 66 كيف. لا هو راهو الحكاية متاع المسيرة هذه عملت برشا مشاكل لبرشا عباد. راهو واحد جارنا مسكين بالغلطة هكاك حط جيم على خبر مظاهرة تعدد الزوجات. مسكين حط جيم على مظاهرة تعدد الزوجات رصت له بيت في السرد. سخيلة لعبة هي. واحد آخر هو جا لمرته عندهم فوق 20 عام عرسين، جاهم مدلها تصويرة متاع طفلة صغيرة مزينة برشا، زينة يفتق والله زينة يفتق. قال يا امرأة انت كيما سمعت ممكن ياسر باش يسمحونا بالتعدد، انا ما نخبيش عليك برجوليا نحب ناخذ الطفله هذه. اما شنو نوعدك يوم عندك ويوم عندها. خذيت المرأة التصويره في ايديها وغزرت للطفله مليح تبارك الله مزيانه مش نورمال. قالت له لا مستحيل. قال لها بيه لله يومين عندك ويوم عندها. قالت له لا. قال لها بيه لله 3 ايام عندك ويوم عندها. قالت له لا زاد لا. هي قال لها ما لا شنو يرضيك؟ قالت له اخويا هي يوم عندك ويوم عندي. قال لك الحاج طاح ديخ ما في عينه بله من هول الصدمه. لا كيما قلت لكم الاخبار نتاع المسيره عملت برشا مشاكل وبرشا طريف بالعباد. ما قال لك زوز نساء يتناقشوا هما مع بعضهم، عاد واحده فيهم مع التعدد تحب تقنع الاخرى انها تخرج معاهم في المسيره. قلت لها شوف يا هدى صاحبتي بصراحه هذا شرع ربي. بصراحه شرع ربي مذكور في القران، احنا علاش نمنعوا في رجالنا باش ياخذوا امراه اخرى؟ لفت لها صاحبتها قلت لها والله اختي احكي على روحك، انا حتى ساندويتش ما نقسموش مع شكون، خلي يا راجلي. قالت الحق والله. تو هي الحكايه بالتظاهر والمطالبه ولا كيفاش يا نساء التعدد؟ با سيدي تصور انت تخرج منا الطالب بتعدد الزوجات وتخرج من غادي سعيده جراج والفا يوسف يطالبوا بتعدد الازواج، ايش عملنا وجابي توا؟ شكون فيهم مطالبه يا اخويا اولى بالاستجابه؟ بو انا نعرف اما خلي البير مغطي. ما قال لك هذه طرفة أخرى. قال لك واحدة مشات لصاحبتها تتشكى وتتبكى على المسيرة متاع التعدد. قلت لها يا بنتي أنت ايش عندك فيه مادام راجلك يحبك ووفي ليك مش باش يبدلوا عليك حتى مال قارون. قلت لها يا مسدك اسكت، ما هو نعرفه ما يحبنيش وماهوش وفي وزيد فقري من فوق. لا عندها الحق واعية بخطورة المرحلة بصراحة. وعلى ذكر المرحلة قال لك نور الدين بنتيشة مستشار الرئيس جالي البيجي بعد ما كثر الحديث على تشجيع الرئيس لخوض مرحلة أخرى في الرئاسية. قال له سيد الرئيس ربي ان شاء الله يفضلك لينا، ما قل لي انت مع او ضد تعدد الزوجات؟ قال له والله ولدي انا مع تعدد المرحلات. اما خليني نسالك انت يا بنتيشة، انت مع او ضد تعدد الزوجات؟ قال له سيد الرئيس انا مع تعدد الزجاجات. سير نور الدين سير. لا تو خلينا نفضلك، تو هما الجماعه اللي خارجين من اجل التعدد في بالهم اذا كان سمحوا للراجل بالتعدد معناها باش ياخذ واحده منهم هما. يسالوني انا على زنس الرجال يا يا انت ترى جرب افرض عليها انه اللي باش ياخذها عمرها فوق ال 45 ترى صدقني هكاك لما تصير حرب اهليه ويخرجوا رجال للمطالبه بمنع التعدد. اما لا انت باش تعدد وانت باش تحرموا من استرجاع ايام الصبا مع فتاة هيفاء ورغداء وترنكوشاء. الله بالرسمي يا جماعه خلينا نفدلك حكايه المسيره للمطالبه بتعدد الزوجات راو كان مجرد ستاتيو فيسبوك ترى شكون كتبوا الله يعلم، لكن بدا يتبارتاجا وتحول الى خبر. الصور المتداوله اللي على اساس وقفه قدام البرلمان هذيك صور قديمه ومفبركه، والاهم فما واحد تافه عنده منظمه مجهوله سرق ستاتيو هبطوا زعمه بيان. سينو
اللي حب يخلق قضيه وهميه لالهاء الراي العام عن قضاياه وهك الجو حب نقول له تهنى سيدي خويا تهنى. الراي العام له بولد عواطف وكدوريم غدو يرجع لك العركة فوزي بن قمرة مع مقداد سيلي يعني ما غير ما تعبوا روحكم يا جماعة. الشعب لاهي بالقضايا الملحة متاعه وأنا ما نقولكم وأنتم ما يخفى عليكم.